السلام عليكم، كيف الحال؟ وش الأخبار؟ من زمان عنكم، من زمان عن السوالف الفيديوهات والحركات دي، بس اسمحوا لنا كانت فترة اختبارات شوية صعبة ونقلنا من الشقة، ما يبين هو بس إنه مكان جديد. حياكم فيديو جديد ونرجع لسوالف التوب 10، وهالمرة راح يكون عن أغرب التقاليد بالعالم. راح أتكلم عن أغرب العادات والثقافات الموجودة في جميع أنحاء العالم، يعني ما بنخلي زرنوق ما بنروحه، لأن عبر التاريخ الإنسان حب يفكك وحب يطور من أشياء المعتقدات اللي في عقله ويسوي حاجة اسمها ثقافة أو تقليد tradition على قولتهم، ويكونوها عشان تكون هذه الثقافة تميزهم أو الكولتشر حقتهم بس إليهم. فنقول بسم الله ونبدأ برقم 10، رمي الأطفال بالهند لجلب الحظ. أوكي، أنا سمعت أن واحد حط له ميدالية رجل أرنب، أخذ لي هذه الكلوفر ليف أو 4 حبات، ترمي قرش بالنافورة تتمنى منية، هذه الأشياء أوكي نعرفها حقت الحظ، لكن أنك تمسك رضيع وتحذفه من ارتفاع 30 قدم عشان الحظ، هذه جديدة علي. بالهند يؤمنوا إذا تزوجت في معبد لسري سانتسوار اللي يبلغ ارتفاعها 50 قدم، فمن التقاليد إذا جبت ولد ترجع أنت زوجك لنفس المكان وترمي الجاهل من فوق، ترمي من الأعلى على قطعة قماش يحملها كل من المسلمين والهندوس. يا أخي أنتم تتزوجوا وتزرعوا فوبيا في جاهل لحين ما نطق، يعني ذكرني بفيلم لاين كينج لما رفيقي مسك سيمبا بس بدل ما مسكه ورفع عليهم مسكه ووزاه. في المركز التاسع هو القفز على الأطفال في أسبانيا. تفكروا خلصنا من سوالف تعذيب الجهال؟ لا حبيبي، ما هي فارقة، انت أوروبي، أسيوي، إيطالي، فرنسي، كل مكان لازم تعذب. في اسبانيا يتم وضع الاطفال اللي انولدوا خلال العام السابق على مراتب في الشارع، ومن بعدها يجي رجل متنكر بزي الشيطان وينط فوقهم، ويعتقد ان الشيطان لما ينط فوق الجهال انه يمتص الذنوب حقاتهم وتكون هي معاه، فكل ما نط عليهم خلاص امتص الذنوب حقهم. ما كمل سنة اي ذنوب اللي سواها، البراءة لسه العداد فل فيهم. تجي انت وتقول لي ان لازم ينط عليهم واحد بتنكر زي الشيطان عشان ياخذ الذنوب حقتهم وعباره يوفر لهم حمايه من الامراض وسوء الحظ. شوف، الشر مو على اللي ينط، الشر على الاهالي اللي جابوهم وحطوهم في نص الشارع وقالوا له روح يا عمي ادعس نط. بس يعني لو انا محلهم بتاكد ان والدي يكون اول واحد في المرتبه، عشان لو نط عليه فوق ده ما يتعرقل ويطيح عليه، يطيح على البقيه الخمسه سته اللي بعده. والمركز الثامن هو بوفيه القرده في تايلاند. يا سلام عليكم، خلوا الجهال بحالهم والعبوا يا القرود زي ما بغيتوا كده أوكي. في تايلاند يتم الاحتفال بمهرجان بوفيه القردة تكريما للكاك طويل الذيل، وهو نوع أصلي من القرود، ويقولوا أنه أحد أحفاد الإله هانومان. يتم تقديم أكثر من 4 أطنان من الفواكه والخضروات إلى هذه القردة في آخر يوم أحد من كل نوفمبر. والله عدد القرود هناك كبير، يعني زي الأوادم عندهم، غصبا عنكم بتأكلوهم، وإذا ما أكلتوهم لا يقلبوا عليكم بلانة بذيابس. في المركز السابع هو قطع الأصابع بأندونيسيا. أوكي، أنا لازم أحذركم، اللي قلبه شوية ضعيف لا يتابع هالجزء من الفيديو، يقدم للمركز السادس. شوفوا، يعني كلنا نحزن على أمواتنا الله يرحمهم بطريقتنا الخاصة، ولكن نساء قبيلة داني في أندونيسيا عندهم طريقة فريدة وشديدة من نوعها للتعامل مع هذا الحزن. إذا توفى أحد أفراد أسرتهم يتم بتر المفصل العلوي لإصبع المرأة بربط سلسلة أو خيط حول الإصبع حتى يتخدر، ومن بعدها يقوم أحد أفراد الأسرة، وغالبا ما يكون الأخوة أو الأبهات، بقطع الجزء العلوي من الإصبع، بعدين يتم حرق الجرح لوقف النزيف ومنع العدوى. يتم تنفيذ العملية للرمز للألم الذي يعاني منه الفرد بعد فقدان أحد أفراد أسرته، وعشان يبقى روح هذا الشخص بعيدة. بالمركز السادس قفاز النمل الرصاصي بالبرازيل. طيب، كيف تعرف إذا الولد صار رجال؟ إذا بلغ، إذا صار عنده مسؤولية، إذا تزوج، إذا جاب عيال لنفسه. إذا سألت الشعب الساتري ماوي بيقولوا لك لا، الولد يصير رجل لما يحط يدينه قفاز مليان بالنمل الرصاصي. عاد وش هو النمل الرصاصي؟ أنا أقول لك، يسمى بالنمل الرصاصي لأن لسعته بقوة الرصاصة وأقوى من لسعة النحلة ب30 مرة. فإذا وصل عمر الأولاد في هذه القبيلة 12 سنة لازم يجمع النمل من الغابة بنفسه، ومن بعدها يتم وضعهم في قفاز وينلبسوا باليدين لمدة تتراوح من 5 إلى 20 دقيقة. تخيل أنت 5 إلى 20 دقيقة، ومو بس كده، لا لازم يشارك في الرقصة التقليدية حقتهم، يعني الولد قاعد يتعذب بالألم وأيادي مخدرة وهو قاعد يرقص، رايح يرقص مسكين، ولازم يسوي حال أنه رجال يتحمل الألم. من بعد ما تنشال القفازات ظل يد الولد منفخة ومتخدرة لفترة دون بالأيام، ويقول رئيس القبيلة أن الحفل يهدف إلى إظهار الرجال أن الحياة التي تعيشها دون معاناة أو دون أي نوع من الجهد لا معنى لها. ايوه نعم الرجال، والله لازم تتعب، بس قلنا اتعب بس مو عذب حالك، مش حالاتنا احنا.
طلعت لنا شعرتين قالوا رجال. الحمد لله ما انولدنا هناك. بالمركز الخامس مهرجان تاكا ناكوي في بيرو. شفت كيف احنا عدنا لما تجي فترة رمضان ولا فترة الحج يجي لك رسائل واتساب عن المسامحة والغفران والتعذر وحال الأشياء كلها. في بيرو لما يجي وقت الكريسماس عندهم نفس السوالف دي بس بطريقة شوية مختلفة. فلا ما يرسل لك رسالة على الواتساب ويقول لك سامحني وما أدري إيش، يقول لك انزل لي 1v1 في الحلبة. اي والله انزل لي تباكس إياي ونحل المشكلة اثنيننا كده. ما يبغى لا تفاهم ولا أسمع مني وأسمع منك، لا خلاص أنا وبيني وبينك مشكلة، أنا ضايقتك إن ضايقتني انزل لي في الحلبة. اثنيننا نتفق إن أمورنا عسل، ما يهم بنات أولاد كلكم انزلوا الحلبة لين تنحل القضية. المشكلة يجوك تباكس وحالة محالة واليوم اللي بعده على طول يحتفلوا كريسمسية بعض. عشان أقول لك وش لما نحتفل في العيد نكون حبايب. في المركز الرابع هو مهرجان شد الحبل في اليابان. أكبر مبارزة شد حبل راح تشوفها في حياتك تحصل في اليابان في شهر أكتوبر. إلا شفتوه في سكويد جيمز هذا ولا شيء قدامهم. تم إدراج الحبل المستخدم في المهرجان في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر حبل يستخدم في مبارزة شد الحبل. عشرات الآلاف من الأشخاص تشارك في هذه المسابقة في سحب حبل طوله 200 متر ووزنه فوق 43 طن. ويحتوي هذا الحبل على 280 حبل أصغر منه عشان الكل يشارك. وإذا انتهت المسابقة وخلصت اقطع لك إلى خيط صغير واخذ ذكرى عشان تذكر. وفي المركز الثالث هو سباق حمل الزوجة في فنلندا. سباق عجيب من نوعه، لازم تحاول تخلص مسار بعقبات وانت حامل زوجتك على ظهرك وتحاول تخلصه في أسرع وقت ممكن. بس في شروط محددة للسباق، مثلا لازم يكون على الأقل وزن الزوجة 49 كيلو، وإذا كان أقل من هذا لازم تحمل إياها كيس يعادل الوزن هذا. تختلف الأحاديث على أصول هذا السباق، ولكن يقولوا من قبل كان في رجل اسمه رونكنن السارق كان يعيش بالغابة هو مع جماعته. رونكنن وجماعته كان يدخلوا إلى القريات المجاورة لهم ويبقوا النسوان، كيف يبقوهم؟ يقول لك يشيلها ويركض أخوي عامر يركض. المركز الثاني تحطيم جوز الهند على جماجم الناس في الهند. في معبد خاص للهندوسيين بالهند يتجمعوا فيه الأوادم ويجي الكاهن ويمسك الجوز الهند ويفجر راسه يفقع على راسه. يتجمع المصلين داخل المعبد ويحطم الكاهن جوز الهند على راسهم ورا بعض كعلامة للآلهة أنه يطلبوا منهم الصحة والنجاح. فانتبه إذا فجر كهوب في راسك على جمجمك لازم تعطيه كده أن وضعك أن أنت أمورك عسل، أنا طيب أنا أوكي أنا قوي ما علي، وهو جاني ارتجاج مسكين في عقله. يجي الكاهن ويطلع حرقيته من البيت ويفقع في راس الأوادم. وبالمركز الأول الصيد الليلي في بوتان الصين. يعرف باسم بومينا في الأجزاء الشرقية من مملكة الهيمالايا. يبدأوا شباب هذه القرية عن البحث عن الحب الزواج في الليل نوع مختلف من الصيد. يدخلوا بيوت وغرف البنات ويحاولوا يقضوا الليلة كاملة هناك، بس إذا انصادوا لازم يتزوجوا البنت أو يشتغلوا في مزرعة أبوها. المشكلة أن هذا التقليد لسه يحصل في بوتان وسبب ضجة وجلل كبير عندهم، لأن عدد كبير من نسائهم تعرضوا للاغتصاب وانتهاك خصوصياتهم وهم ما لهم دخل، بس كده حطوا من عقلهم يلا الليلة ننجن زي فيلم The Purge، خلاص كل شيء مسموح. وبهذا الشكل خلصنا رحلتنا عن البحث عن أغرب التقاليد بالعالم. أحب أشكركم على متابعتكم وأتمنى إذا عندكم أفكار جديدة حطوا لي بالكومنت. أحتاج كومنتات وتفاعلات ولايكات لو بغيت، يعني إذا حبيت الفيديو أو عشاني بس أعطنا لايك. ومننا المرة الجاية. Peace.